إذا نكملوا السلسلة ديالنا، نبداو واحد يعني واحد يعني واحد كيو سي ام واحد واحد اخر ديال التيست ديال اللوجيك. هنايا كنلاحظوا ان في هذا السؤال هذايا شنو عطاونا، كنلاحظوا انهم عطاونا واحد السلسلة طويلة ديال الارقام، وقالوا لنا عطاونا واحد الكلمة وقالوا لنا سو ترونسبوز، يعني كتعطينا واحد الرقم الرقم هذا كامل او هذا العدد، وعطاونا واحد الكلمة واحدة اخرى وقال لنا شحال كتعطي. هنا يعني نحاولوا نشوفوا يعني واش كاين شي علاقة عاوتاني ما بين الارقام والحروف. اذا الى جينا حطينا استفنا هكا لي زالفابي كاملين ا بي سي دي او اف جي اتش تن زد، وحطينا كل واحد برقم ديالو، يعني ا كتساوي واحد، ب كتساوي جوج، س كتساوي ثلاثة، د كتساوي اربعة، يعني استفناهم بحال هكا تان اي اكس كتساوي 24، اي كتساوي 25، و زد كتساوي 26. شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا ان يعني نلاحظوا ان ا في هذه الكلمه ديال اغنوط، نلاحظوا ان ا كتساوي واحد، و ار يعني الرتبه ديالها في لي زالفابيه 18، يعني كتساوي 18، عليها كتبنا هنا واحد وكتبنا حداها 18. ونلقاو ان ان هي 14، يعني عند الترتيب ديالها هي 14، وكتبنا حدا 18 كتبنا 14 عاوتاني. ونلقاو ا عاوتاني حتى هي عندها واحد، ونلقاو اي الترتيب ديالها 21 كتبنا 21 حداها، ونلقاو دي الترتيب ديالو هو رابع، ونلقاو اننا كتبنا 4. اذا الى نجيو لهاد الكلمه ديال ميغيل، شنو هي الجواب الصحيح هنايا بنفس يعني بنفس الطريقه وبنفس الترتيب وبنفس هادي. نلقاو ان ام الترتيب ديالها هو 13، يعني نلقاو اول حاجه هي 13 اللي هي هادي. اذا الجواب الصحيح هنا باين هو الثاني، لانه حتى وحده ما كتبدا ب 13. اي عندها الترتيب ديالها هو 9، يعني حدا 13 كاين 9، والكماله الباقيه كامله ا عاوتاني الترتيب ديالها عاوتاني هي 18، او 5، اي 9، ال 12، ال عاوتاني 12، و او 5 في الاخر. المهم لقينا العلاقه بيناتهم. اذا الجواب الصحيح هنايا هو الجواب الثاني او الاقتراح الثاني. كما يبان لكم الجواب لتحت، يعني لا سوليسيون هي هذيك. كان غومبلاسيو شاك لتر باغ سا بلاص دون لي زالفابي كوم ا كتساوي واحد وكذا وكذا. المهم يعني الشرح هو هذاك. اغنوط لقيناها على حسب الترتيب، و تاميغيل لقيناها عاوتاني على حسب الترتيب. اذا ننتقل للسؤال اللي موراه. اذا في هذا السؤال الثاني كنلاحظوا انه كاين قالك كيلي ليليمون كومبليتي لا سويت. هنا كنلاحظوا ان عندنا ا جوج، او 5، اي 11، او 47. شنو الاختلاف اللي كاين هنا؟ شنو يعني الاختلاف ما بين هذا السؤال هذا والسؤال اللي قبل منه؟ هنا كنلاحظوا ان عندنا غير ا او اي او، يعني عندنا غير لي فوايل. عندنا هنايا واحد لا سيري كتكومبوزا غير من لي فوايل. دونك شنو نلاحظوا انه عندنا ا او اي او، وما بين هاد ثلاثة الاقتراحات فين هو الفويل، فين هو الفويل فيهم؟ كنلاحظوا ان او هو الفويل، دونك يقدر يكون الجواب الصحيح هو او. ولكن باش نكملوا الجواب ديالنا شنو نصايبوا؟ نحاولوا نلقاو هاد الارقام هادو معايا، يعني جوج، خمسة، 11، 47، نحاولوا نلقاو شي علاقة بيناتهم. نلاحظوا ان جوج مع خمسة شنو هي، يعني باش نوصلوا من جوج لخمسة شنو نصايبوا؟ نصايبوا جوج في جوج، يعني نضربو في جوج ونزيدو واحد. إلا درنا جوج في جوج زائد واحد عطاتنا خمسة، ومن خمسة عاوتاني لحداش. إلا درنا خمسة في جوج زدنا لها واحد، يعني خمسة في جوج هي 10، زدنا لها واحد هي 11. عاوتاني نديرو 11 في جوج نزيدو لها واحد، 11 في جوج هي 22، زائد واحد هي 23. دونك لقينا هاد أو 23، هذا هو الجواب الصحيح. نزيدو نكملو حنايا، 23 في جوج زائد واحد اللي هي 46، زائد واحد هي 47. إذا الجواب الصحيح هنا 40 هو الجواب أول الاقتراح رقم 3. ولا يبان لكم لتحت هو لا سوليسيون اي او 23، على حسب لا سيري كتكومبوزا من لي فوايل، و لا سيري كومبوزي دو شيفر كنصايبو الملتيبليكاسيون با 2 بلس 1.
ندوزو لهذا السؤال هذايا. هنا عطاونا شي بارمي لي بروبوزيسيون سويفون لاكيل رومبلاس اكس، فين هو اللي غيرومبلاس لنا اكس. اذا هنايا كنشوفوا انه عندنا 20 12 15 16. 20 قال لك هنايا 4 12 2 15 3 16 اكس، يعني هاد الاكس هي اللي كنقلبوا ليها، واش جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. اذا كنلاحظوا عاوتاني هنايا شنو كنصايبوا باش نلقاو هاد الاربعه وهاد الجوج وهاد الثلاثه. كنحسبوا غير داك الحروف، يعني كنحسبوا الحروف ما كنحسبوش لي فوايل. مثلا هنايا فين هو الفوايل اللي هنا اللي عندنا هو اي، دونك حسبنا في و ان و جي و تي اللي هي اربعه. هنا عاوتاني فين هو الفوايل اللي عندنا هو او اي او، يعني حسبنا غير دي و زد هي جوج. هنا عاوتاني في 15 شنو حسبنا؟ حسبنا كي و زد و ان اللي هي ثلاثه، هذنا لي فوايل هما اي و اي و او. في 16 شنو نحسبوا؟ نحسبوا اس و زد اللي هي جوج. دونك هنا الجواب الصحيح هنا هو جوج، يعني هو جوج. رونجي دون لوردر كرواسون. دونك هذا السؤال هذا سهل، والاشكال اللي كاين هو انه بعض المرات كتلقاو هاد الاسئله اللي ساهلين هما اللي كيدخلوا فيهم بعض التلامد وما كيجيبوش يعني فيهم النقط. بحال هذا ديجا تحط ماشي بحال نيت، ولكن تحط بالجدر، يعني تحط بالجدر وتحط العام اللي داز، وبزاف ما جاوبوش عليه، يعني تغلطوا. المهم تغلطوا يعني المهم ملي يكون عندك هنا الجدر وهنا يعني ما عندكش الجدر وهنا عاوتاني عندك الجدر، ارفع كلشي بالاوكاري وصافي، نتهنى مع راسك ارفع كلشي بالاوكاري. ولكن يعني عيطك بعض العدد يكونوا ساهلين باش ترفعهم بالاوكاري. مثلا هنا عيطك 4، هنا عيطك يقدر عيطك هنا بالاسي 2، هنا عيطك بالجدر باش الا رفعتيني الاسي 2، وهنا كانت عندك 4 رفعتيها بالاسي 2 عطاتك 16، وهنا تبقى لك ديك 4.931. المهم نرجع للسؤال ديالنا. هنا قال لك يعني عتصايب واحد يعني عتتفهم واحد لوغدر كرواسون، يعني من الصغير للكبير. اذا هنا كنلاحظوا فين هو الصغير وفين هو الكبير. هنا الكبير هنايا هو ما بين هادو هو 40.9، غنحطوه هو الاخراني، يعني كنلاحظوا ان اقتراحات بثلاثة عندهم 40.9 في الاخر. الصغير هنايا كنلاحظوا هنايا 4.09 هو الصغير، دونك عاوتاني كنشوفوا الاقتراحات كاملين بثلاثة عندهم 4.09 هو الصغير. الاختلاف كاين في الوسط. كنلاحظوا عاوتاني هنايا انه من مور 4.09 شنو كيجي؟ كيجي 4.1، يعني 4.1 هو مور 4.09 هو، يعني هذا كبير من هذا. عاوتاني هذا 4.82 كبير عاوتاني من هذا 4.1، وهذا عاوتاني هو الكبير فيهم بثلاثة، و 4.9 هو الكبير فيهم بأربعة. دونك الجواب الاقتراح الصحيح هنا هو الاولاني، يعني كنرتبو بواحد من الصغير للكبير. اذا الجواب الصحيح هنا هو الاقتراح رقم الاول، يعني الاقتراح. اذا في هذا السؤال هذا قال لك تروفي لو نومبر دانتري توتال، دونك فين هو الانتري هنايا، فين هو الاختلاف اللي كاين هنا؟ عندنا واحد الاختلاف كاين هنايا في هذا السطر الخامس وفي السطر السابع. دونك عندنا لو نومبر دانتري هو 2، يعني هذا سؤال سهل وما تحتاجوش، يعني ما يمكنش تحط لك بحال هذا السؤال هذا في كي سي ام. حتى هذا نفسه يعني حتى هذا سؤال بحالهم. هنا قال لك تروفي لو نومبر دانتري توتال، هنا تلقاو انه هنا كاين واحد الاس هنا في الاخر قبل السطر قبل الاخر، دونك لو نومبر دانتري توتال هو 1. هنا قال لك لو مو سي دوسيو اي تيل فيمينان او ماسكولين، دونك بحال هذا السؤال هذا تحط العنيفه حتى هو. واش هذا واش ماسكولين ولا فيمينان، يعني حاولوا تجاوبوا في التعليق قولوا واش ماسكولين ولا فيمينان. هاد جو نسي با بلا ما ديروها، يعني بين يا اما يكون ماسكولين او لا فيمينان. حاولوا تجاوبوا، وصاحب الجواب الصحيح يعني نحاول نرد عليكم كاملين. اذا هادشي اللي كاين في الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، نقدروا نخدموا الماط، نقدروا نخدموا اي حاجه.